يعتبر خطأ كبير جدا من ليونيل ميسي، رد قوي على لاعبين الألمان وعلى الصحافة الألمانية. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على ليونيل ميسي اللاعب الارجنتيني اللي هو يعتبر واحد من اساطير كره القدم في العالم وفي تاريخ كره القدم. ولكن ميسي هذا المره وقع في الخطا، وقع في المحظور، عمل مشكل كبير صراحه اللي خلى الجماهير المكسيكيه تغضب من ميسي وتهاجم ميسي، لانه ميسي أهان القميص المنتخب المكسيكي. هل ميسي كان يقصد هذا الأمر أو هو أمر عفوي وغير مقصود؟ المهم أنا نشوفه سواء كان مقصود أو غير مقصود يعتبر خطأ كبير جدا من ليونيل ميسي. وكما تشاهد معنا في هذا الفيديو، اللاعبين الأرجنتين يحتفلوا في غرفة الملابس بأمر عادي وطبيعي جدا، ولكن ميسي بحكم أنه لاعب محبوب غير قميصه مع أحد اللاعبين المكسيكي، واللاعب المكسيكي أعطاه قميص المكسيك لميسي، ولكن ميسي في غرفة الملابس رامي قميص المكسيك في الأرض ومن بعد دفعوا بالقدم تاعو كما راكم تشاهدوا معنا في الفيديو. وهذا الأمر اللي خلى غضب كبير على ميسي في المكسيك، لأنه تعتبر إهانة لقميص المكسيك، والقميص تاع المكسيك أو أي منتخب كان أي لاعب أنه باش يقدمه لك لازم عليك أنك تحترمه وتحطه في مكان جيد وتخبيه ذكرى. ولكن هذه الأفعال وهذا الشيء صراحة اللي خلى غضب كبير من الجماهير المكسيكية على ميسي، وهذا أمر غير مقبول صراحة. حتى أنا واحد من الناس ما عجبنيش هذا الأمر، مانيش مكسيكي، ولكن هذا أمر غير أخلاقي. كان عليه من المفروض قميص ما تحطوش في الأرض، قميص حطه في مكان اللازم، انك رامي القميص مع الأحذية مع كذا مع القمامة الموجودة في الأرض، هذه تعتبر إهانة وعدم الاحترام. ايضا ما ننساش باش نتكلموا على جماهير القطريه اللي برافو 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 عليهم، كل الحب والاحترام للجماهير القطريه على هذه الرسالة القوية جدا صراحة، شيء جميل وشيء رائع جدا. هذا رد قوي على لاعبين الألمان وعلى الصحافة الألمانية وعلى الحكومة الألمانية وعلى كل من يريد تدعيم الشواذ في كأس العالم قطر 2022. رسالة صراحة عجبتني وعالمية، شيء جميل جدا، لأن الألمان في المباراة السابقة كانوا احتجوا على قانون أن قطر تمنع المثليين تواجدهم في قطر وأنه تمنع تدعيم المثليين، وألمانيا ولاعبينها احتجوا بهذا الطريقة، كانوا داروا ايديهم على فمهم انهم قطر سكتنا، قطر ما تخليناش نعبروا بحريه، خطر تقمعنا، قطر كذا. ولكن هذا الامر اللي رد عليه الجماهير القطريه بطريقه جميله، لانه مسعود اوزيل لاعب دولي سابق في منتخب المانيا كمسلم، هو دافع على مسلمين الايغور الذين يعذبون ويشردون ويقتلون في الصين، ودافع وتكلم على القضيه الفلسطينيه اكثر من مره، وكان دائما يدافع على المسلمين وعلى دين الاسلام وعلى الاساءه اللي وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان دائما ما يسكتش ويدافع على الاسلام. هذا الامر اللي خلى هذا اللاعب يقع في مشكل كبير، تم طرده من نادي يعني أرسنال الإنجليزي، وتم طرده وإبعاده من المنتخب الألماني، وصار مكروها ومنبوذا في ألمانيا بسبب أنه دافع على المسلمين. قال لك خلاص أنت ما راحش تزيد تمثل منتخب ألمانيا. مسعود أوزيل لاعب من أفضل اللاعبين اللي مروا في تاريخ ألمانيا، اتكلم ودافع على المسلمين، صار أسوأ لاعب في تاريخ ألمانيا. هنا باش تعرف أن الأوروبيين عنصريين بدرجة كبيرة جدا. وهذا الأمر ما وقعش مع يعني مسعود أوزيل، وقع حتى مع زين الدين زيدان في السابق عندما ضرب اللاعب الإيطالي وكذا، قالوا له هذا لاعب عصبي، لاعب جزائري، لاعب عربي، إفريقي، يبقى إفريقي. ولكن زيدان عندما جاب لهم كأس العالم وتوجت فرنسا بكأس العالم، قالوا أنه هذا فخر فرنسا واللاعب فرنسي. يعني صديقي أصلك يبقى أصلك وراح يدور عليك على مر الزمان. ومسعود أوزيل حاليا متواجد في تركيا ويعيش في تركيا لأنه هو من أصول تركية. علاش هنا ألمانيا قمعت أوزيل وسكت أوزيل، والآن تجي قطر لدولة مسلمة ما تحترمش قانونها، ما تحترمش عاداتها، ما تحترمش تقاليدها، وتريد أنك تدعم المثليين؟ قطر
لم تقل لك لا تدعمش المثليين قطعا باتا، قلت لك ما تدعمش المثليين في بلدي، ما تتكلمش على المثليين في بلدي، ما تمارس شواذك في بلدي، كي تروح لبلادك مارس ما تشاء، افعل ما تشاء. الأمر سهل، عندك مدة كأس العالم راح تنتهي وروح. ولكن هما بخبث كبير حابين يستغلوا الترويج الإعلامي الكبير والعالمي لكأس العالم، أنهم باش يروجوا الشواذ على مستوى كبير جدا. وما ننساوش باش نبارطاجي معكم هذا الشيء الجميل والإيجابي والرائع صراحة بعد فوز المغرب. الجزائريين احتفلوا وفرحوا بفوز المغرب، ولكن راح نوريكم واحد الفيديو جميل جدا. انتم راح تشوفوا بزاف فيديوهات، ولكن الفيديو هذا لازم نبدأ به ولازم نتكلم عليه، صراحة جميل جدا، شوفوه وتمتعوا به. كما شاهدتوا معنا هذا الفيديو الرائع، برافو برافو برافو، أم مغربية أب جزائري بنت مغربية جزائرية يحتفلوا بفوز المغرب، يعني عائلة مغاربية، شيء جميل وشيء رائع. ومعلومة اللي ممكن الناس بزاف ما يعرفوهاش، أنه أكثر الجنسيات يعني عرب ومسلمين يتزوجوا من بعضهم ويتناسبوا هم المغاربة والجزائريين، سواء تلقى جزائري متزوج مغربية أو مغربي متزوج جزائرية، هذه سواء أنه عايش في المغرب أو عايش في الجزائر، أو أكثريتهم هما الجارية المتواجدة الجزائرية في فرنسا والمغربية في فرنسا، أو المغربية والجزائرية متواجدة في بلجيكا، لأنهم بكثرة المغاربة بزاف في بلجيكا والجزائريين بزاف في فرنسا، ويتزوجوا حتى في إسبانيا وفي كذا، مهم في أنحاء العالم صراحة بكثرة كبيرة جدا. نخليكم هنا تتمتعوا مع الفيديو وتشوفوا أفراح مختلفة في الجزائر، في مقاهي جزائرية، في الملعب، في قطر، جزائريين في كل مكان فرحانين بفوز المغرب.